البداية كانت بورش أشغال توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 على طول 13 كيلومترا بتكلفة مالية قدرها 45 مليون درهم. الهدف كله أن هذا الطريق تولي طريق جيدة سالكة بالنسبة للمستعملين الوطنيين بطبيعة الحال، مستعملين ديال السياح، لأن غادي تبرز بطبيعة الحال أهمية المنطقة، الأهمية السياحية ديالها، وغادي تضمن السلامة الطرقية والسلامة ديال الاستعمال بالنسبة للمرتفق بشكل عام. المركب المينائي لأكادير كان المحطة الثانية للسيد الوزير، حيث تفقد مختلف المواقع بالميناء وقدمت له مجموعة من الشروحات حول حالة تقدم وطبيعة الأشغال المنجزة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ. الوزيرة غادي تهم واحد الربعة ديال المشاريع، بينهم هناك واحد بناء واحد المحطة جديدة لمعتمدة الخدمات. المشروع الثاني يخص إصلاح الأراضي المسطحة ديال مثل الصيد بميناء أكادير دائما. المشروع الثالث وكملت هو إصلاح لا كاراباس ديال لا جوتي برينسيبال ديال بور دكادير، والمشروع الاخير فهو اذا اصلاح جميع الارصفه اللي توجد بالميناء التجاري ديال اكادير. وبذات المناسبة قام السيد الوزير بزيارة تفقدية للمعهد المتخصص في الأشغال العمومية بأكادير والاطلاع على مختلف مرافقه وتجهيزاته، بالإضافة إلى زيارة ورش بناء منشأتين فنيتين تتواجدان على مصب واتسوس بعملة إنزكان أيت ملول.